وأخرج الإمام البخاري رحمه الله وغيره عن أبي بردة عن أبيه عن عائشة قالت أخرجت عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها أخرجت لنا كساء ملبدا أي مرقعا وإزارا غليظا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الجبة وكان يلبس القميص وكان يلبس الحلة، أو الحلة تكون من بردين، إزار يلفه على وسطه وقطعة أخرى يلبسها من فوق، وله صور على الجوجل من أحب أن يراجعها. فقالت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين، قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مع آخر عمره فتحت له الفتحات، وكان من ملوك، بل من أعظم ملوك الدنيا، وجاءه من الأموال الكثير الكثير. لكن النبي صلى الله عليه وسلم اختار مسلك التواضع، مسلك الزهد، مسلك الفقر، تعليما للأمة وزهادة في الدنيا، وبيان أنه مستغن عنها، وأنه صلى الله عليه وسلم لم يتأثر من الملك والمال وإلى ما يتبع ذلك.